بس كلام. 10 حاليا في مجموعه من الاسماء اللي حاليا تمشي قدامكم على الشريط. طبعا كل المذيعين نوجه لهم الف تحيه. يعني ما اللي بيفوز يعني والله بجديات كلنا حنفرحوا له. هذه مسابقة لل يعني تغيير الجو. انتم واحنا نغير الجو. طبعا انتم بتغيروا الجو واحنا بنتنكدوا اللي مش حيفوز. بس برضو حتعرف ان في نسبة ناس مقتنعة بيك كمذيع بتحبك قريب ليها. برضو بنقول يعني والله بجديات مهما يعني مهما تطلع النتيجة يعني فعلا حنفرحوا للشخص اللي بيفوز. بس هذا الموضوع مش معناه انه ما فيش ناس تحبك. لا مرات انت الناس اللي تحبك ما عندهاش تليفون، مرات ما عندهاش رصيد، مرات ما سمعوش بالمسابقة. لا بس في ناس تحبك. هذه ليش قلت لك انا حتى لو انا قاعد نصمم في روحي وجلال البكوش. يعني انت تقدر تشوف حتى المنظومه كل يوم حتلقى في خمسات اكيد. يعني انا رقمك الوحيد من كل الحفظات انت وطه واسماعيل. انا ما شفتش ولا خمسه يا عمي. شوف خمسه انت هو وشلبك تسعه واربعه ما نعرفش. انا اقول لك انا اللي حفظتهم. شوف انت خمسه، طه بشره اثنين خمسه، مالك خمسة، شلبك خمسة، اسماعيل بباص ثلاثة أعتقد ثلاثة، اسماعيل بباص شلبك تسعة، أربعة حوتة، خمسة أنا، ستة بكوش، سبعة مالك، سبعة ثمانية مالك، سبعة منه إبراهيم درمان. إبراهيم درمان سوري درمان. يلا أوكي. فهذه الفكرة أمل يعني والله حيكون في جو حلو. شهر عشرة هذا اللي مستعجل عليه، حتكونوا منورينا. انا استعجلتش انا هذا ليش قلت لك بتش مستعجل. زعلت مع روحي بعدين اكتشفت مع روحي ان لا في اسامي تانية. فتو شو بيصير يعني من المذيعين اللي ما زال اللي بيكونوا في شهر 11 اللي صوت لي حنصوت له، واللي ما صوت ليش مش حنصوت له. ما فيش داعي تصوتوا لبعضكم اصلا. لا والله صدق للناس طبعا. شوفي على فكره على سيره امل صايرت لي مشاكل. أنا والله لو تلاحظون يعني ديما عفوي يعني والله مرات نقول في حاجات يعني هيك بنضحكوا بالبصارة فياخذوا فيها الجماعة على محمل الجد. أيوة. فمرة مش عارف يعني من بصرت أنا على إسماعيل أي فقالوا لك كيف يعني شيبة يقول لك هيك هي بصارك يعني ما هو ما يفهمكش اللي يعرفك يعني لا بس واضح يعني لا والله انت وضحك يعني بتاع مثلا مش حنصوت لكم كذا لها اكيد. لا واضح في ضحك لو انت في مرات عندك رياكشنز شويه ممكن تفيدي امل يستناك على الدقه عرفت عندك تعبير وجه مرات ان انت تدري جديات بعد تدير الضحك فانا نفهم. لو ما ضحكتش حناخذها ان هي مش بصاره يعني. هي انا شوفي مرات حتى لو بندير مقالب او بنبصر على حد يعني تعابير وجهي تكون جديه للي صدق الموضوع يعني ما قلتلاش مبصر مصدقني بالضبط. أنا كيف دار لي هيك فلا انبصر يا جماعة. فلكن الفكرة هي يعني أن تدوي من بدل اللي هي على أساس التصويت لبعضكم ما فيش داعي. آه هو آه أصلا الناس اللي بتصوت لكم ليش صوتوا لبعض؟ برضو وجدتها بالبصارة يا أمل مش أنت. ما هو أمس أنا نسمع في طراطيش كلام في القناة صوت لي صوت لي. هي الفكرة. فغريب شوية الموضوع أنه ليش صوتوا بعضنا بالضبط. يعني هو انا اصلا حتى بنصوت لك بصوت لك بألف جنيه اكيد بجنيه على فكره. اللي بيفوز مش في صالحه لان نطلبوا منه الزردة رقم واحد بالضبط. حتى اللي بيعطانا لو انه هو عنده حاجه بتعطانا يعني بالناحيه. انتم تعتقدوا انكم تحبوه بتفوزوه حتخسروا فلوس بعدين هيك معناها انت ما تصوتوش هيك معناها طيح في صدق. لا انا ندري لكم زردة عادي. يلا خمسه ايوه انا ندري هو انا قديش رقمي امل خمسه خمسه انا خمسه خمسه تمام رقم خمسه. مش بس كلام.